استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل. احنا بكري والدينا يقولون وين كنت؟ تغيبت وين كنت؟ مع من كنت تمشي؟ هذاك شكون وليدي من؟ شكون باباه؟ هذه مجرد بيئة نعيشوا مع بعضنا ونعرفوا. وين مواقع التواصل؟ شكون موراها؟ شكون يحركها؟ يعني سي كارثة. والمسؤولية الأولى تقع على لي بارون، على الأبوين. وليدك شريت له باش يقرأ ولا يتثقف ويتعلم، مش مشكل. الكاس فيه الماء وفيه الحليب وفيه حاجة أخرى. الكاس كاس، لكن المحتوى، قصدوا المحتوى. وليدك تعرفوا واش راه يكونيكتي مع من، راه يتواصل. هذه مسؤولية أمام الله، أمام التاريخ، وانت الأب اللي غادي تخلص، انت تدفع الثمن قبل الأولاد. سيرتو هادو براءة، دراري صغار ربي وصانا عليها. كاين قوانين دولية ووطنية تحمي الطفولة من الكوارث، وهذه أكبر كارثة لازم يقنن لها.